شو كنت عم تنصحيها لمريانا؟ طلعت مش عاوزة نصيحتي. أي نصيحة؟ عن الشباب اللي بيقللوا حيا، طلعت قوية وماكنة وما بينخاف عليها. عن جد ما بينخاف؟ اللي بيقرب صوبي حسابه حاضر، ضربة تحت دقنه، لطة تحت الركبة على القصبة تمام، وبعدين بنزل ضرب على راسه، يا جمجمته بتلقى يا بتركه يلقى وجه ربه. وبتروحي؟ مين بيعرف ساعتها ايش بدي منه؟ المهم اخلص، وإذا انكتب له عمر من بعدها يكون فهم الدرس. كيف لكن؟ أنا مريانة بنت معلم إسحية أخت مخيل وجبور تلميذة الأستاذ فوليب وفكره يستوطي حي. امبارح وصلت العشاء للخواجة عصام؟ هيئته مقهور. ما إجا صوبيك؟ لا. طيب لو يغلط معي كنتي فحصتي له جمجمته؟ ويمكن انفقشت من الضربة، مع إنه من أصحاب البيت. أنا عشية رح زورك على الأوضة ومنحكي. ما عندي شي. أنا حكيت لك منحكي قد ما بدك، بس ما صار شي. أمي حتى كل أملها بأهل يوري إذا بي أثر. بيك رح يضل مقصر بالشغل وباله بيشم الهوا على السكت، وأهل جوزك يمكن يقبلوا يساعدوك وانت ما تتبهدلوا، بس المعمل مش فارق معه. شو عم تنصحيني يعني؟ تربحي جوزك، فردي عليه حياة طبيعية، أو تحرري منه عبكير وعملي حياتك. بتعرفي شو بصير بأمي إذا شلحتها هالأمل؟ بعرف شو بصير فيكي إذا مرق عليك الوقت مثل ما أنت هلأ. ما في غير حل واحد بس، خالي البخيل يقرر يساعد أخته ويشيلنا من هالوقعة، أو يزوق بقى ما يعطينا نقدة، يعطينا عمره ويريح الكل. ما بحقلك تطلبي مني شي. المعمل رح يطير من ايدينا. معي خبر من زمان، من هاد ما قررتي تتجوزي هالمنزوع وتسلمي رقبتنا. ما حدا غيرك قادر يساعدنا. مزبوط، بعتوا اللي قدامكن ووراكن تتدفعي مصاريف جوزك، وبعده هو عم يصرف وحضرتك عم تبيعي. ما تشمت باختك. انا ما بتدخل، انا زمطت بريشي تما اتدخل. انت حره تبيع بنتك تبيع حياتك كرمال جمال، انا لا ببيع ولا بشتري، انا برات الموضوع. جمال عنده فكره بيقدر ينشلنا. ما في اشطر منه بالنشل. بدك نقدي؟ ليش ما بتطلبي من اهل الصب اللي بعديهم بنتك؟ حطوا اللي فيه النصيب. معهم كتير، مش ضروري يحطوا كل اللي معهم. شفتي انت كمان يأساني وقتنعى انه جوزك فاشل. جوزي ناقصه شويه نقدر يحقق فكرته، ما قلنا عين نطلب من اهل صهرنا. اطلبوا من حدا غيري يكون ما عنده فكره عن اداره جوزك او ما عنده مانع. هيدا جوابك يعني؟ ليش في شي مرة غشيتك وخليتك تتأملي بغير جواب؟ يكون بعلمك إذا ناوي تشوف معملنا ميت ومدفون، أنت رح تموت وتندفن قبله، أنت واللي مثلك، لبل أنت خيي قبل الغريب. عم تفهم؟ نهى، انت معودة على الخواجة عصام، فيكي تاخدي له عشاء الليلة. ضايقته مريانة؟ الخواجة عصام كان حابب يتعرف على زميلتك، مش الحال. قال شي عني؟ ما قال شي عن حدا، يعني بطلنا مجبورين نبعت له شخص معين. عبالك تاخدي له عشاء عقودته كمان مرة؟ وش ناقصنا؟ امبارح قال لك شي لما فتت لعنده؟ حكي معي شوي. سيارتي؟ الخواجة عصام ذكي كتير ورفقته ما بتضايق. طلب منك شي؟ طلب فيلم من قوته، بس بالأول عملت واجباتي. شو عملتي؟ حطيت له العشاء على الطاولة وقلت له رح يبرد الأكل. بس؟ بس. انتبهي، الخواجة عصام مش هين والخدمة إلى حدود. أنا مريانة، عم تحكينا عن حدود؟ مريانة فكرتك ما رح تخدميني اليوم. شغلتي أخدم بهالبيت.
حتى الختيار اللي بيضايق البنات الحلوين. لا هيئتك ختيار ولا شوفتك تعرف تضايق. بيجبر بخاطرك. شفتك انت مضايق، تشغل بالي عليك. مضايق منك؟ انا ما بحرز ضايق حدا. انت مضايق من الكيلو بدك 100 تشكيله، طلعت انا بدربك. يعني ما كنت بدي اشكيلك وبس. بعرف، كان عبالك تقلي الحياة معي كمان. وكنت رافضة. بيحق لك يطلع عبالك وبيحق لي امنعك. ما زال انقضت بيناتنا بالحكي، نفدت بريشك هالمرة كمان، مثل ما سبق ونفدت بريشك بمصريات المعمل. شكون ربك يا اخوي جهقتك دايما بتنفد بريشك. ما زال بعدك رافضة، شو جاي تعملي بوطي هلا؟ رافضة تقلي الحياة، مش رافضة تحكي معي. ومين قال لك جاي عبالي احكي معك؟ لا، مش جاي عبالك تحكي معي، بدك مين تحكي له؟ أنا صايرت لك هلا. إذا بنفعك احكي على راحتك، إذا ما بنفعك لحق كل قبل ما يبرد العشاء. رح تعوديني على رفقتك يا حلوي. اسمي مريانة. بعرف، بس تفضل قلك يا حلوي. ليش لا؟ الحكي قفيش على جمرك. قلي يا حلوي ما بزعل. بعرف عينك شبعانة ونفسك عزيزة، بس جاي عبالي فرجيكي اشي حلوة. عندك مانع؟ اشي حلوه؟ صيغه، فلوس، مناظر بتاخد العقل واخد عقل الكل بالبيت. عبالك تشوفي؟ لشو؟ مين بيعرف؟ انتي شوفي بالاول وبعدين خبريني اذا الشوفه حرزاني.